والتكنولوجي وتحسين الصورة الذهنية لخريجين التعليم الفني. هيتم إطلاق الدورة الثالثة من المعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني والمنح Egypt EduTech على مدار يومين 17 و18 ابريل 2024 تحت شعار اصنع مستقبلك. المؤتمر ده هيتم بالشراكة مع مبادرة ابدأ الرئاسية وبرعاية وحضور وزراء التربية والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة الصناعية والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وبرعاية الاتحاد الأوروبي وهيئة التنمية الألمانية والمعونة الأمريكية وعدد كبير من الجهات الدولية. معانا على تليفون دلوقتي دكتور علي شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، هنعرف منه تفاصيل أكتر عن المعرض. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، منورنا استاذه تالي واستاذه نوع ديوكم. اهلا بحضرتك. هنطلع من الاغاني الحلوه بقى. ايوه ايوه، هنيجي للجد بقى شويه، عايزين نصنع مستقبلنا. الناس ما بتحبش تذاكر بقى ولا تحب تروح المدارس وكده، بس والله والله يا دكتور انا لقيت ان كان في فتره عملوا ان في مدرسين كانوا بيعملوا المناهج على اغاني، بيتهيألي دي هتحفظ الطلبه اكتر. مظبوط مظبوط مظبوط. دي كمان يعني مساله التعليم الفني دي فيها حاجه لطيفه اللي فعلا تنفع، يعني عاده اللي بيخش تخصص فني بيكون بيحبه. حضرتك طبعا قدمت مقدمه كويسه جدا على المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني الثالث، يعني دي ثالث سنة بنعملها، عندنا نماذج نجاح هنعرضها وهتكلم على نموذج منه رفيع المستوى، شاب صغير هو غاوي طهي، غاوي طهي وفضل يدرس طهي لغاية ما بقى يعني طهي عالمي، وجايب خطيبته وبيعرض تجربته قدام الشباب الصغير معانا في فيديو داك عشان نشوف ازاي نجح وحقق وعمل حاجة، يعني عمل ريادة أعمال وعمل شركة وبقى حاجة مهمة جدا. ففي نماذج ناجحة من التعليم الفني، مش التعليم الفني صوته بتتغير ومش ده بقى صنايعي، وحتى لو صنايعي شاطر، صنايعي شاطر يعمل مستقبل كويس طبعا. ودي اللي بنسميها تغيير الصوره الذهنيه اللي حضرتك قلتي عليها دلوقتي. طبعا، وهو ده فعلا اللي احنا محتاجينه، يعني محتاجين ان حد، اولا انا من الناس اللي مقتنعه ان لو حد اتقن حرفه او مهنه هو بيحبها هيشتغل فيها كويس قوي وهينطلق فيها وهيحقق فيها نجاح مذهل يعني. طيب يا ترى ايه الجديد السنه دي في النسخه الثالثه من المعرض؟ حضرتك الايديوتيك عموما هو عباره عن عدد من المكونات، في مؤتمر عشان بنناقش فيه مع المسؤولين ومع الشركاء الدوليين اللي حضرتك ذكرتي بعض اسمائهم، دول بنناقش القضايا التعليم الفني، المحاور المهمه، الدوله بتعمل ايه، وصلنا لفين في خطتنا، في خطه استراتيجيه الدوله عاملاها للتعليم الفني، وبيحيطوا المعنيين والشركاء التنميه الدوليين والمحليين اللي بنسميهم ستيك هولدرز او اصحاب المصلحه والمعنيين. أيوة. ايه اللي بيحصل؟ فالمؤتمر ده في منتهى الأهمية، زائد بقى الحاجات الجديدة زي مثلا لو تفتكري حضرتك كذا مؤتمر سيادة الرئيس أشار لفكرة انتقال العمالة وتأهيلها عشان تسافر تشتغل في الدول، مطلوب عمالة مصرية بس عمالة مصرية مؤهلة، فنيين بدل ما أتخرج من كلية من الكليات وما ألاقيش شغل، طب ما أنا أتقن مهنة صح أكون بحبها زي ما أغنية زي الأغنية اللي بحبها، وألاقي فرصة عمل، عندك فرص عمل مطلوبة في إيطاليا وفي ألمانيا وفنلندا والدول العربية، وفي مشروعات مع الدول عشان تسافر للخارج سفر شرعي، عندك إقامة وعندك ورق وكل حاجة وتبقى، فده جزء مهم جدا، وده جلسة من الجلسات. يعني حاجة تانية، الموضوع بتاع الاقتصاد الأخضر، التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات وتحسين البيئه واستخدامات الطاقه الجديده والمتجدده وترشيد استخدام، كل ده صناعه وكل ده علم وتكنولوجيا، وبيحتاج فنيين يشتغلوا فيه ولازم يبقوا مدربين ومطلوبين في مصر ومطلوبين في الخارج وفي العالم كله، وده موضوع برضه بنتكلم فيه مع الجهات اللي بتؤهل الشباب لده وللمسؤولين الوطنيين والخبراء على مستوى العالم كله. والواجب المستمر معانا بقى هو تحسين الصوره الذهنيه ونماذج النجاح، وازاي نقول يا جماعه اللي بيحب حاجه يعملها، مش لازم يطلع ياخد شهاده وبكالوريوس وكلام ده، وحتى يعملها ولو عاوز ياخد بكالوريوس برضه ياخده،
طبعا لا صح، عارف حضرتك في ناس بتبقى مش غاويه دراسه ولكن مثلا شاطرين في حاجه معينه يعني، فيتعلموا الحرفه دي، وبالعكس الحرفه حرفه يكونوا بيتقنوها هتفيدهم اكيد اكتر في مستقبلهم. زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شويه على الشيف، انه شيفس في العالم بيقبضوا مرتبات كبيره جدا، وليه يعني وليه اهميه. مش حاسينك اقول اسمه الشيف يوسف الابياري، مشهور جدا طبعا عالمي، وكمان يمكن يجيب خطيبته عشان يوري الشباب ان انه بيعرف يتجوز جوازة كويسه مش مشكله. طب احنا عايزين نعرف من حضرتك، هل المعرض ده بيستهدف بس الطلاب قبل التعليم العالي ولا كمان طلاب الجامعات؟ والله ده سؤال مهم في منتهى الاهميه. اولا المحور الاخير بقى ان انت بتدرس تعليم فني، افرض حد عاوز يروح الجامعه، عاملين جلسه مهمه جدا وجايبين تجارب من فرنسا ومن الهند ومن العالم كله، ازاي ممكن تعمل اللي انت بتحبه وتبقى فني شاطر وفني مبتكر وفني محترم وتقدر تسافر تشتغل في العالم، لكن كمان تقدر تخش على مسار التعليم الفني اللي ده الدوله الفني والتكنولوجيا. وحضرتك عارفه ان الجامعات التكنولوجيه دلوقتي في مصر بقى في 8 جامعات تكنولوجيه، والنهارده وزاره التعليم العالي اعلنت على 17 الاعداد ل 17 جامعه تكنولوجيه جديده هيتعملوا في مصر، زائد حوالي 5 برايفت قطاع خاص بيعملوا جامعات تكنولوجيه بشراكات عالميه. فده المسار للتعليم العالي. ده بالنسبه للمؤتمر برضه، لكن معرض بقى الجامعات دي كلها اللي حضرتك اللي بتقولي عليه اللي ممكن يتعلم تعليم تكنولوجي لكن قبل جامعي، إجابة على سؤال حضرتك، قبل جامعي مدارس تكنولوجية. ودي بقى أنواع كتيرة وموجودين كلهم في المعرض. الأول اللي كنت بتكلم عليه ده المؤتمر. أيوة. حضرتك سألتني على المعرض، ده بقى كل حاجة بنتكلم عليها في المؤتمر. القاعة اللي جنبينا يشوف بقى، بقول له جامعة تكنولوجية يروح يشوف جامعة تكنولوجية، ده هايل. أجنحة بنقول سفر بره، هنلاقي المنظمات الدوليه اللي ممكن تسفر بره موجوده. نقول والله ده احنا عملنا مدارس فنيه تطبيقيه مع القطاع الخاص ورجال الاعمال، اذا جاء رجل الاعمال نفسه بيشتغل مثلا في حاجه مثلا كابلات، عامل مدرسه بتاعه الكابلات، واحد بيشتغل في الاتصالات. ممتاز يا دكتور الحقيقه، يعني مجهود تشكر عليه. دكتور علي شمس الدين رئيس اللجنه المنظمة للمعرض.